حوار مع الله. في هذا الحوار أتقدم لإله الإسلام شخصيا بإحدى وخمسين معضلة في قرآنه وسلوك محمد، وأملي أن أسمع منه الأجوبة. طلال الراوندي: لقد تخليت عن الإسلام بعد قناعتي التامة بأنه عقيدة بنيت على الترغيب والترهيب، هو دين استلهمت تعاليمه من خرافات وأساطير ما سبقه من الأديان، عقيدة أخلاقها انتحلت بامتياز وفيها ما هب ودب من الكذب والترقيع والتضليل. لقد نفضت عن كاهليين الإسلام لقناعتي المطلقة أن إله هذا الدين هو إله وهمي قنعوه بكلام التهديد والوعيد بتبديل جلود البشر وتعذيبهم إلى الأبد. تركت الإسلام لأني أيقنت بأن قرآنه يعج بكلمات مكررة عبثية وسجع رنان لا طائل منه، ناهيك عن أخطائه وتناقضاته التي لا تقاس بمنطق ولا يدركها عقل سليم. لقد طلقت الإسلام بعد أن اتضح لي ودون أي شك أن محمد المدعي أنه نبي الإسلام كان شخصية قمعية متسلطة تؤججها غريزة الجنس ويقودها سلوك نرجسي غير مسبوق. لقد أبقى محمد على العبودية وأجاز نكاح القاصرات وأحل اغتصاب النساء غير المؤمنات حتى ولو كان التعدي عليهن بحضور أزواجهن. عرفنا محمد غاضبا على أمه وأبيه وحاقدا على كل معارضيه لينهي حياة الكثير منهم بالقتل والاغتيال. صنع محمد إلها من الخيال ليكون له داعما في كل مجال، فها هو إلهه الغيبي الله يصطفيه لتأدية ما زعم أنه أسمى رسالة للبشرية، وها هو محمد يبدأ رسالته بالزواج من طفلة عمرها 6 سنوات، ثم يلغي محمد التبني ليتم عقد قران آخر في ملكوت السماء، ثم يعلن محمد أن إلهه وحاشية ملائكته تصلي عليه لما كان له من رفعة مقام وصدق وأمانة. محمد هو من وجده الله يتيما فآواه، ووجده ضالا فهداه، ووجده عائلا فأغناه، وأقل ما أعطاه الله هو أن جعله شريكا له ليقاسمه في الدنيا 5 غنائم المسلمين، وأما في الآخرة فله نهر الكوثر وحق الشفاعة لمن شاء من العالمين. ورغم كل هذا وذاك فلا ضير من أن يكون عندي بصيص أمل لأتعشم خيرا بإله الإسلام، ذلك الكيان الذي زعم أنه حكيم عليم سميع بصير وعلى كل شيء قدير. فكل ما أطلب منك يا الله هو أن تجيبني على هذه الأسئلة البسيطة التي فكرت بها بتجرد دون سخرية أو تمرد، فعلي بأجوبتك أرى ما غفل عني من البيان وأعود إلى حظيرة الإيمان. فلقد سمعنا مرارا أنه لا يحال عليك شيء وأنك تفعل ما تشاء بأمر كن فيكون، وعشمي بك يا الله أن ترينا الأجوبة أينما شئت وكيفما شئت، ويا حبذا لو وضعتها على جدران الكعبة أو قبة مسجد الأقصى
أو على أهرام مصر أو في وسط السماء بليلة قمر وضاء. سأسرد عليك اللائحة والتي حاولت أن أختصرها إلى حد لا يتعدى 51 سؤالا. أولا، من أين أتيت باسمك الله أو من أطلق عليك هذا الاسم؟ وإن كنت أنت من اختار هذا الاسم، فهل خلقت الأسماء بعد وجودك أم كان هناك أسماء أزلية للاختيار؟ ما هي بالتحديد ميزات كلمة الله؟ ولماذا لم تختار حمدان أو طلالان؟ ولو فرضنا أن الملائكة أو معشر الجن أو البشر هم من اختاروا لك اسم الله، فهل يعقل أن تقبل به من مخلوقاتك الدنيوية لتمجد به كيانك وتذكره نحو 2600 مرة في كتاب ادعيت أنه وحيك من السماء؟ ثانيا، من أين أتيت يا الله؟ وما كانت طبيعة عملك قبل أن تخلق الكون وتديره؟ وما سيكون اختصاصك بعد يوم القيامة؟ ثالثا، هل كان هناك شيء قبل وجودك؟ وإن كنت أتيت من العدم أو كنت دائما في الأزل، فما هو العدم وما هو الأزل؟ رابعا، أين هو ذلك العرش الذي زعمت أنك استويت عليه؟ وما هي تلك المادة التي صنعت منها العرش؟ خامسا، لماذا نصبت عرشك فوق الماء؟ ولماذا حملته لثمانية ملائكة؟ أما كان يكفي اثنان أو ثلاث أو أربعة؟ سادسا، كيف قبلت رفض السماء والأرض بحمل الأمانة حيث قلت إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟ وأين هو العدل أن تحملها للإنسان وأنت تعلم أنه ظلوما جهولا؟ سابعا، لماذا أمرت إبليس بالسجود لآدم وأنت على علم مسبق أنه سيرفض هذا الطلب؟ ثامنا، كيف عرفت ملائكتك أن خليفتك في الأرض سيكون مفسدا سفاكا للدماء حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء؟ ومن أين لهم أن يعرفوا أنه سيكون هناك سائل يجري في جسم البشر يعرف بالدم؟ وأنت من ادعيت أنك الوحيد من يعلم الغيب؟ تاسعا، ما الهدف من اختبارك للملائكة حين سألتهم عن الأسماء التي علمتها لآدم وأنت تعلم مسبقا أنهم عاجزين عن إعطائك المعلومات المطلوبة؟ إن كانت إقامة الحجة هي هدفك من السؤال، فكيف يعقل لإله الكون أن يقيم الحجة على من دونه من المخلوقات؟ عاشرا، لماذا وافقت على طلب إبليس للنزول إلى الأرض لإغواء الناس وأنت تعلم أنه سينهي ثلثي البشرية في نارك الأبدية؟ 11، أين هي السماء الدنيا التي زينتها بمصابيح وما هي تلك المصابيح؟ أو وما نوعية تلك المصابيح؟ وأين هي تلك الأسقف الستة السماوية التي ادعيت أنك رفعتها فوق السماء الدنيا طباقا وبغير عمد؟ 12، هل أخبرتنا لمن علمت القرآن قبل أن تخلق الإنسان كما صرحت في آيتك علم القرآن خلق الإنسان؟ ولو افترضنا أنك علمته للجان، وما كانت يا ترى حصيلة هذا التعليم؟ هل كانت نسبة الكفر في القرآن أعلى مما عليه بين البشر؟
أي أعلى مما هي عليه في الوقت الحاضر، والتي هي نحو 80%. 13. ما الفائدة من قسمك ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ وأين العدل بأن تقسم على تعذيب البشر قبل خلقهم؟ 14. ما الفائدة من قولك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين؟ ولماذا هذا التحطيم؟ 15. لماذا تقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر؟ ماذا فعل لك هذا الإنسان البائس لتفجعه بالخسارة؟ 16. ما هي الميزات غير المسبوقة لمحمد لتجعله خاتم النبيين؟ وهل نعلم من هذا القرار أن كل رسلك قبل محمد كانوا فاشلين؟ 17. لماذا ألغيت التبني بعد أن سمحت لمحمد بتبني زيد؟ أما كان حري بك أن لا تسمح بالتبني من الأساس؟ 18. لماذا كما زعمت حفظت القرآن من التحريف وسمحت بتحريف التوراة والإنجيل؟ 19. ما هو السبب في اختيارك اللغة العربية لقرآنك وأنت تعلم أنه لن يتكلمها أكثر من 4% من البشرية على أحسن تقدير؟ 20. لماذا سمحت لرجال محمد باغتصاب النساء غير المؤمنات في موقعة حنين لتشرع هذا الأمر كقانون عادل من السماء؟ 21. وما هو الغرض من مشاركتك محمد 5 غنائم المسلمين بقرارك وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول؟ 22. هل كانت زينب زوجة زيد تحت وصايتك لتنقلها من فراش رجل إلى فراش محمد بقرارك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها؟ 23. ما هو الذنب الذي اقترفته من طلقت 3 لكي تستنكح من رجل آخر كشرط لتعود إلى زوجها؟ وأين العدل في معاقبة المطلقة وليس المطلق؟ وأنت من قلت ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ 24. ما هي فائدتك وماذا يستفيد المؤمنين من قولهم إن شاء الله؟ ليمتثلوا بأمرك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكيف يتوافق ذلك مع ادعائك بأن كل أفعال البشر قد رتبت بقدر لا يبدل ولا يغير؟ 25. كيف سمحت لمحمد أن يتزوج قاصرة بعمر 6 سنوات؟ وما هي الحكمة من زفها له في منامه بثوب من حرير؟ 26. هل أريتنا أين وكيف تتكون عظام الجنين قبل لحمه حين قلت ثم كسونا العظام لحما؟ 27. لماذا لعنت أبا لهب بقولك تبت يدا أبي لهب وتب، رغم أنه من نبلاء قريش وما عرف عنه الفساد والإجرام؟ أما كان حري بك أن تلعن المشاهير من الظالمين والطغاة، أولئك الذين أوجدتهم قبل وبعد أبي لهب، مثل كاليجولا وترك مادا وتيمور لانغ وبول بوت وجوزيف ستالين وأدولف هتلر والعديد من الحكام والقادة العرب والمسلمين؟
28، هل أخبرتنا كيف لمني الرجل أن يخرج من بين الصلب والترائب وليس من بين الخصيتين وغدة البروستات كما أكد العلم؟ 29، هل فصلت لنا كيف قيمت يوما بألف سنة وخمسين ألف سنة حين قلت ويوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وأيضا قلت أنه يعادل 50,000 سنة؟ 30، هل أخبرتنا أين يكمن العدل بأمرك للرجال أن تضرب النساء ولم تسمح للنساء أن تفعل بالمثل؟ 31، أين هي رحمتك التي وسعت كل شيء حين أنبت محمد لأنه لم يعدم كل أسراه من موقعة بدر؟ 32، كيف لنا أن ندرك أنك كما تدعي تملك كمال الحكمة وكمال المعرفة وأنت من ينسخ كلامه ويبدله حين صرحت ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها؟ 33، لماذا صححت عدد المقاتلين المسلمين إلى 5 أضعاف حين قلت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200؟ وكيف أعطيت الرقم الخطأ في المقام الأول والذي كان 20 يغلب 200 وأنت من ادعيت بأنك علام الغيوب؟ 34، هل أخبرتنا كيف نوزع تركة ميراث بمقدار 1000 درهم بالتساوي بنسبة الحصص التي أمرت بها في قرآنك لثلاث بنات وأم وأب وزوجة؟ وبعبارة أخرى، كيف نعطي ثلثان وسدس وسدس وثمن، أي ما حصيلته 1125 درهما من تركة مقدارها 1000 درهم فقط؟ أما كان حري بك بما ادعيته من حكمة مطلقة أن توزع الحصص بنسب صحيحة ليكون المجموع مساويا لإجمالي التركة؟ وهذه النسب ببساطة هي 2/3 للبنات والسدسين للأم والأب والسدس للزوجة. 35، لماذا نصدق سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بدون أي دليل، ولا نصدق سورة طلال الراوندي قل هو العملاق الخفي رحيم ودي ما كان من غيره وليد ولم يأتي بحفيد أزلي الوجود لا مثيل له ولا حدود؟ علما بأن الراوندي يمكن حاليا مشاهدته والتحدث إليه، أما أنت يا الله فلم نراك ولا يمكن أن نخاطبك. 36، أنت تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكيف يتوافق هذا مع حرية الاختيار بقولك وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ 37، لقد أكدت يا الله أنك خلقت الموت والحياة لتبلو الناس أيهم أحسن عملا، وكيف يتوافق ذلك مع كونك علام الغيوب وعلى معرفة أكيدة بما سيؤول إليه مصير الناس ونتائج أعمالهم؟ وإن كان جوابك لتقيم الحجة عليهم فهو يا الله عذر أسخف بكثير من الفعل، فكيف يعقل لإله الكون أن يقيم الحجة على مخلوقات ادعى أنها لا تساوي عنده
جناح بعوضة. 38. لقد أنبت نوح حين طلب المغفرة لابني الغريق، فأين هذا من رحمتك التي ادعيت أنها وسعت كل شيء؟ وما هو ذاك الضرر الذي سيعود عليك لو استجبت لطلب والد أفجعته بغرق ولده؟ 39. لقد أنبت محمد بعفى الله عنك لما أذنت لهم، وأنت على علم مسبق بأن محمد سيأذن للمنافقين بعدم الخروج للقتال. أما كان حري بك أن تخبر محمد بأن لا يسمح بالتقاعس عن القتال من أن تؤنبه على ما فعل؟ 40. يا حبذا لو أخبرتنا ما هي الروح، وما هي الحكمة التي جعلتك ادعيت أن الروح من اختصاصك فقط؟ ولماذا أعرضت عن الجواب بقولك ويسألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما علاقة العلم بهذا الأمر؟ 41. لماذا اقتصرت رسلك على صحراء النائية وما جاورها من الأمصار، متجاهلا الملايين الملايين من سكان الصين والهند وروسيا وأوروبا وأفريقيا وأستراليا والأمريكيتين؟ 42. لماذا أمرت بالصلاة على محمد ولم تأمر بالصلاة على أحد من عشرات أو مئات الأنبياء الذين أرسلتهم قبل محمد؟ 43. لماذا منعت الشياطين من الصعود إلى السماء بعد أن كانت منطقة حرة لهم قبل مجيء محمد بقولك وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا؟ 44. ألا أخبرتنا ماذا تستفيد من تبديل جلود من ادعيت أنك خلقت من البشر؟ وأين هي الرحمة في تحميص أجساد من أشرك بك في نار أبدية؟ ولماذا تعاقب الناس بهذه الشراسة على أمر تافه كان بإمكانك كما ادعيت منعهم من فعله؟ 45. في عدة آيات في قرآنك ادعيت أنك لعنت بني إسرائيل وغضبت عليهم وأرسلت عليهم الصاعقة، ثم أصبتهم برجس من السماء، ثم مسختهم إلى قردة وخنازير لأنهم ظلموا وفسقوا وكفروا بك واتخذوا العجل إلها بديلا عنك، ومع كل ذلك فها أنت تمكنهم في أرض خصيبة وهنيئة وتدعمهم بجيش قوي واقتصاد مزدهر وعلم يتباهون به بين الأمم، بينما مزقت من آمنوا بك واتبعوا محمدك من المسلمين إلى 57 دولة لتجعل منهم عبرة لمن يعتبر بما يعانونه من الفقر والجهل والفساد والطغيان والقتل والتشرد. فأين عدلك؟ وأين حكمتك؟ وأين رحمتك من كل هذا؟ 46. ما هي الفائدة التي تعود عليك وعلى المسلمين من جعل استنكاح الواهبة نفسها لمحمد خالصة له دون المؤمنين؟ أما كان حري بك أن تبدل الآية إلى الآتي: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ولها أن تهب نفسها لمن تشاء من المؤمنين، وبهذا تكون قد أحسنت للواهبات أنفسهن ولعامة ذكور المسلمين. 47.
ما هو سر اختفائك عن العالمين؟ ونحن نعلم أن دوافع الخفاء هي ثلاثة: الخوف والبشاعة واللعب. فهل أخبرتنا أي من هذه الدوافع هو سبب اختفائك؟ 48. هل أخبرتنا كيف وإلى أي مستقر تجري الشمس حين قلت والشمس تجري لمستقر لها؟ 49. هل أخبرتنا كيف وأين ستحشر مليارات المليارات من الدواب والطيور التي وجدت على الأرض؟ وما الفائدة من ذلك؟ فأنت من قلت: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. 50. لماذا صبرت على قوم نوح 950 سنة لتكون النتيجة إرسال فيضان عارم عليهم لا يبقي ولا يذر؟ 51. هل أخبرتنا ما هو ذلك الأمر الذي استغرق منك 40 ليلة لإنجازه حين قلت ولقد وعدنا موسى 40 ليلة؟ وأنت من ادعيت أنك تنجز كل ما تشاء بأمرك كن فيكون. سأختم هذه الحلقة بسورة من القرآن البشري، والتي على ما أعتقد ستجدون فيها بلاغة في الكلمات وترابط في النصوص ووضوح في المعاني. أهديكم فائق التحية مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة. بالعلم والعقل نستعين، وليحيى الإلحاد العظيم. كتاب كتبناه وقدمناه عربيا ورتلناه ترتيلا لنبين للذين ضلوا الطريق أنما جاءهم كان كتابا بشريا. والظالمين الذين أضلوا الناس وأولوا في كتابهم تأويلا، وقالوا فليأت الذين كذبوا بآياتنا كتابا مثيلا. وإذ قالوا ذلك فلا حرج علينا أن نقول قولا كفيلا. أحسب الذين آمنوا بالقرآن أن لن نجعل له نظيرا؟ بلى إنا قادرون على أن نأتي بمثل ما جاءهم وأعقل تفصيلا. أولم يروا أنهم يصارعون بالقرآن خلافا وجدلا كبيرا؟ أولم يقل صاحبكم أن الشمس اتخذت من الأرض مدارا وأن ربكم ينزل في الثلث الأخير من الليل وكان الثلث الأخير من الليل على الأرض استمرارا؟
ولما جاء لكم علم من العلماء يبين علة الليل والنهار وكيف اتخذت الأرض حول الشمس مسارا فكذبتموه ثم صدق فريق منكم وكل ذاب بما لديه وجار به ليلا ونهارا وأولتم بالكتاب تأويلا لكي تجعلوا له محلا واعتبارا وأما الذين كذبوا فأصروا واستكبروا وقالوا كيف نقول ذلك وقد جاءنا من النبي خلافه مرارا وتكرارا انظر كيف اختلف أمرهم وهم على دين اتخذوا طرقا شتى وتشتتت أفكارهم إنهم قوم لا يريدون تفكيرا وجعلوا بينهم وبين الذين لا يؤيدونهم حجابا محظورا وقالوا لا تستمعوا إليهم إنهم لا يقولون إلا زورا أولم تنتقدوا الأولين من قبل لما قالوا لا تستمعوا القرآن ها أنتم اليوم تقولون قولا مثيلا ولقد كذبتم العلم والعلماء لما قالوا قولا بديلا ولما طغى العلم وظهر الحق فكانت حقائقا قلتم كان ذلك في الكتاب مسطورا سيقولون ما جئتم به ليس كالذي جاءنا قل بلى ومنعكم الناس أن يستمعوه كان دليلا صدق العلم وكذب المتدينون.